شكرا لأخوان لعرضهم لهذا المشروع. يعني المشروع واحد يحلم أنه يكون حلم، لكن الحلم مرات يصبح حقيقة. وما في شيء ما يعني الإنسان إذا أقدم على شيء وهو قادر يسويه، يعني ما يوقف العجز المالي أو العجز. لكن المشروع هذا يبتدأ يعني بالغريب، نبدأ من الشمال، من ميناء مبارك. والقطاع الخاص يعني للأسف أقول بأنه يعني أنا أحس بأنه ظلم، ما أعطي الفرصة أنه هو اللي يقوم بأعمال تخص الكويت ومصلحة الكويت. لكن أنا من الناس اللي مؤمنين في القطاع الخاص، إنه لا هم يعملوا الآن. أشوف المشاريع اللي بالجنوب، الإخوان بنوا أشياء يعني مبهرة، حقيقة مبهرة. لذلك يعني على بركة الله نبدأ ونغر، يعني نأخذ الغرار ولا نتراجع. لله نحن الكويتيين رجال قادرين أن يعملوا أشياء كثيرة اللي تنفع بلدهم. في نفس الوقت ليش أحرم المستثمر الأجنبي يجي يشتغل؟ خله يعمل. ليش أقول له لا؟ قر كل اللي الرؤية اللي أنتم ونحن نراها يعني ونتمناها، إنما يعني قد يكون صعب أنها في ظرف معين في وقت معين تنتهي. كثير من الأخوان يعني قد يكون، ما أقول أعطلكم عن عمل العمل، لكن أنا مؤمن لما أنتم مؤمنين يعني في يجب أن يكون. أهل الكويت، شعب الكويت قادر على أن 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 يجابه كل صعوبات مادية وصعوبات التي تعترض. لا بدعم سموك طال عمرك يعني، ويعني متابعتك لما يصدر من مجلس أعلى للتخطيط من آراء واقتراحات يعكس اهتمام سموك بهذا الأمر.